بسم الله الرحمن الرحيم وبين استعين. هنكمل دلوقتي مع بعض باقي خطوات شرح البرنامج، ووصلنا عند خطوة إظهار النتائج، وهنتعلم ازاي دلوقتي بنظهر كل النتائج. اتعلمنا ازاي بنظهر نتائج المومنت، اتعلم ازاي دلوقتي نظهر الرياكشن. هقول له من قائمة ديسبلاي شو رياكشن فورس، عايز حالة التحميل اللي عندي ديد ولا لايف، هقول له وليكن ديد، او اختار حالة التحميل اللي عندي لود كومباينيشن، واقول له اف زد اوكي. طبعا احنا عارفين ان احنا ممكن نعمل ديفاين لود كومباينيشن ونقول له اد نيو كومبو، واقول له في الحاله دي هات لي الديد ب 1.4 واللايف لود ب 1.6 واسمي الكلام ده ultimate ولينير اديشنال، واقول له اوكي اوكي اوكي. طبعا بعد كده لو احنا عايزين نشوف البيم فورسز، واقول له التيميت وي اوكي. ده حالة الالتيميت لود. لو شغلت على البيمز او الكاميرات اللي هي على المحيط الخارجي او البريمتر، مجرد ان انا اعمل زومينج عليها واوقف على اي كاميرا في اي مكان، بجيب المومنت عليها، ده المومنت على الكاميرا، وبعدين المومنت على العمود وكاميرا، وهكذا عند اي جزء بجيب المومنت عليها منتهى السهولة. لو دخلت كمان على ديسبلاي شو رياكشن، خلاص جبناها، والبيم فورسز وسلاب فورسز خلاص. لو قلت له شو ستريف فورسز في الالتيميت اوكي، هيجيب لي اللاير بي اللي هي في اتجاه الواي، لان انا عملت اللاير بي تجيب الستريب او الفورسز اللي في الستريب في اتجاه الواي. اما لو قلت له ديسبلاي شو ستريب فورسز بس في اتجاه اللاير اي، وقفلت اللاير بي وقلت له اوكي، هيجيب لي ستريب فورسز في اتجاه الاكس. مجرد بس بمشي على الستريب بجيب المومنت على البلاطة في اي جزء انا عايزه. شايفين طبعا هنا المومنت 176 كيلو باوند فيت. ممكن اقول له هنا كمان ديسبلاي شو ستريب فورسز، واقول له شو فاليوز ان دايجرام، يعني يظهر لي الارقام او القيم على الدايجرامز، ودي طريقة برضو اسهل. دلوقتي هقول له ديسبلاي، اخرج من الكلام ده سكيب، و ديسبلاي شو سلاب فورسز اند ستريس التيميت ام 22 اوكي. يبقى ده شكل المومنت في اتجاه ام 22 في حالة الالتيميت لود كومبينيشن.